خلينا نروح إلى مواضيعنا الأولى ونحكي عن الغضب وأثره السلبي، فقد خاصة عند الأطفال، فقد يزداد نشاط الطفل وحيويته خلال مراحل نموه، محاولا إشباع فضوله المعرفي لماهية الأشياء من حوله، فبيبلش ببعض الأوقات تصرفات غير مقبولة وردات فعل أيضا تثير الغضب. وهنا يختلف الأسلوب التربوي بين اتباع الأسلوب العقاب البدني أو اللفظي أو تجنب العقاب والذهاب إلى الأساليب التربوية الحديثة. رح نحكي أكثر كيف فينا نضبط أطفالنا من الغضب وتأثير المجتمع والظروف وحول وضع الطفل بالبيت. رح نحكي أكثر مع الأخصائية التربوية سلوى جمال. صباح الخير. أهلا صباح الفل. يسعد صباحك. يسعد صباحك. يمكن موضوع اليوم مهم بهم كل الأهالي اللي عم يتابعونا وخصوصا الأمهات. دائما نسمع كلمة إنه هيدا الجيل مو مثل الجيل الماضي، يعني أكيد. التربية صعبة، في مسؤولية كتير كبيرة على الأهل، فكيفية التعامل اليوم مع الطفل في ظل الظروف اللي عم نعيش؟ قديش فينا فعلا نستخدم سلوكيات سليمة وصحيحة لضبط أفعال الأطفال؟ أول شيء لنعرف شو تعريف العقاب. العقاب هو عبارة عن العقاب يعني الإرشاد، الإنذار، القصاص، هو لغويا يعتبر لغويا أو ممكن أنه يكون هو الجزاء المعنوي أو المادي عندما يندفع الطفل إلى سلوك خاطئ. فالأساليب اللي ممكن نتبعها في أهل ممكن يتبعوا أساليب كتير مغلوطة بالنسبة للعقاب. صحيح. ممكن نحط الطفل بغرفة مظلمة، هاي كثير من الاساليب الخاطئه بنعتبرها. ممكن للطفل مثلا نحاول نحرمه من الاكل، من الشرب، ممكن انه نقاطعه فتره طويله، ما نحاكيه، تجاهله، عدم الاستماع اليه، هاي بعتبر انا من الطرق كثير سيئه بالنسبه للطفل، او الضرب. فمن الاساليب كثير سيئه. الاساليب بالنسبه لي انه الاساليب الجيده انه اسلوب الحوار، مهما كان صغر الطفل فاسلوب الحوار هو الأسلوب الجيد لنوصل للطفل للإقناع بالنسبة له. وعندك أساليب تانية ممكن أنه نعمل طريقة أنه غير الضرب، غير العقاب، غير الأمور التانية، في عنا لوحة، في عنا الأساليب هذا لوحة اكتساب الوقت، احتساب الوقت. كيف احتساب الوقت؟ مثلا أنا بعمل لوحة بعملها لمدة أسبوع، انت كنت انسان جيد، ممكن انا اللوحه ضف له اشاره صح. ممكن الطفل يتصرف خطا، ممكن انه اشاره خطا. انا بنهايه الاسبوع بحسب الصح بحسب الغلط، فبتكافئ على اساسه. ممكن كمان في عندنا الوقت المستقطع، هذا من ضمن المكافآت، انا بقدر شيل انا من وقت اللعب الطفل اللي عم يلعب فيه، انا بقدر انه هذا انت هلا ما في لك لعب، ممكن اختار زاويه مريحه جيده بالبيت قعدوا فيها بدون اي مغريات ثانيه، ممكن انه قعدوا فيها للطفل يقعد حسب عمره. طبعا انا ما بقدر اقعد على طفل عمره سنتين مثل ما بقعد طفل عمره 5 سنين. صحيح. فبده يكون حسب العمر طبعا. نعم. بالنسبه لهالوقت يعني عم نشوف كتير ردات فعل من الأولاد عم يتعلموها يمكن من بعض أو يمكن نتيجة وضع صعب مرقنا فيه، وكان كورونا قعدتهم بالبيت لوقت أكيد. طويل عم تلاقي إذا بتحاور الطفل عم يجاوبك بدل الكلمة 10 حتى لو كان بعمر 4 سنين أو 5 سنين، حتى عم يعمل سلوكيات غضب ممكن. صحيح. من التكسير، ممكن من الضرب لأمه. خلينا نحكي نحن هون كيف فينا نتعامل معه للطفل، هل بطريقة الإهمال أو بطريقة المسايرة أو نتجه إلى الأخصائيين التربويين؟ أول شغلة لو لجأتي للأخصائية التربوية، الأخصائية التربوية ممكن هي ترشدك، بس هي ما أنا متعايشة مع الطفل 24 ساعة. الأم هي الإنسان الوحيدة المتعايشة. الأم الواعية هي بتعرف نقاط الضعف عند الطفل، شو نقاط ضعفه، شو نقاط قوته للطفل. بعدين في شغله بقدر اعلق عليها انا، هلا طفلنا هلا عنيف، شو اسباب العنف ما قلناها نحن؟ عم تقولي عم يضرب امه، عم يعمل، هو السبب الاساسي لانه الطفل لا تنسي هو عم يقعد على النت فترات طويله. 100%. الافلام اللي عم تجينا مستورده. صحيح. الافلام المستورده ما بتلائم نحن، هن باساسه اللي عم يوردوا لنا اياها هن ما بحطوها لاولادهم. هن ما بحطوها لاولادهم نهائيا، لانه بيعرفوا انه هي نتائجها السلبيه شو هي.
فنحن طفلنا قاعد احيانا بيقعد 5 ساعات لترتاح الام منه على الافلام، الضرب، القتل، الامور. حتى كثير انا بعرف اطفال عم يحاولوا يقلدوا الشخصيات الكرتونيه، انه ممكن يزيد حاله، ما عنده الوعي الكامل انه يأذي حاله بهالطريقه، يوقف مثلا في تخدير للدماغ. تخدير للدماغ، وهذا هون وعي الاهل بيظهر ووعي الام بيظهر. هون في مسؤوليه كثير كبيره على الاهل، قديش عندهم مسؤوليه فعلا لضبط تصرفات اولادهم، للمراقبه طبعا. يمكن كثير من الناس بتقعد فترات طويله بالشغل، بس لا، يمكن ساعه او ساعتين هي كافيه اليوم لانه اقعد مع طفلي وفعلا حاوره لاقدر انا اكسب طفلي بالمستقبل. أكيد. بس قديش مهم اذا بدنا نحكي عن اليه العقاب، يعني دائما تختلف اليه العقاب من عيله لعيله طبعا، من اهل لاهل. في عندك حالات من الحرمان، يعني تاثير النفسي قديش بيكون عليه كبير للولد، بيقول لك بحرمه من المصروف، بحرمه من اللعبه اللي بيحبها. في ناس تتجه للتعنيف اللفظي او الجسدي كمان، هذا بياثر بشكل كثير كبير على نفسيه الطفل. اكيد. هلا من التاثيرات السلبيه اللي انا بعتبرها تاثيرات سلبيه بالنسبه للطفل، اذا كان على العقاب مانو بالمستوى الذنب اللي عمله، صحيح، فممكن يصير عنده اضطرابات بالنوم، ممكن يصير عنده فقدان شهيه، ممكن يصير عنده خلل بالمدارك بالتحصيل التعليمي، ممكن يصير عنده العدوانيه، يقتل رفقاته بالمدرسه. ممكن كيف يتعامل معه بالعقاب السليم؟ يعني صحيح بيكون ما له؟ صحيح. انا برايي انه هو اسلوب الحوار، يعني حسب عمر الطفل، وحتى العقوبه بتكون بدها تكون شدتها حسب كمان عمر الطفل وحسب سلوكيه الطفل. يعني انا ما ممكن اجي حاسب طفل على اي جزئيه صغيره. انا اذا بدي اعاقب الطفل على اي جزئيه صغيره معناته انا هون وصلت لمرحله ما عاد للعقاب قيمه. انا بدي اخلي العقاب، معلش انا مو ضد العقاب، انا مع الحوار. وقت الحوار بيستنفذ الحوار طبعا العقاب، بس مثل ما قلت لك انه في عندنا العقاب الوقت المستقطع، عندنا لوحه، اللوحه اللي قلت لك عليها، لوحه اللي بنحط عليها الاشياء، الاعلانات للطفل، هي ممكن اني استخدمها. اما انه دغري الجا للاساليب العقابيه، هون ما عاد العقاب اي قيمه، ما عاد الطفل يرتدع معي، حتى بيختلف جاكر، ما عاد يرتدع معي، بصير مشاكس، فبصير يتحدى الطفل اذكى من الكبير، ممكن يتحدى الام بطريقه ذكيه انت ما بتتخيليها ممكن يتحداها للام. فالام هون بقى بدها تعرف كيف بدها تتصرف بوقت العقاب، بعمر الطفل، بشده العقوبه. اكيد. بس انه العقوبه بالضرب بالحرمان انا كثير ضدها، انا حرمته من الاكل والشرب، انا شو استفدت؟ ما كان في افاده للطفل، لكن ما كان له افاده نهائيا، وبالنهايه اكل يعني. حرمته مثلا، حطيته بغرفه مظلمه، فانا بالمستقبل هذا صار عنده خوف دائم. انا بدي احسب حساب المستقبل. انا عندك في شغله كثير من الاهل ما كثير بيحسبوها، حتى العمر اللي قبل 5 سنوات، هذا كثير امر مهم للطفل. هي المنطقه اللاشعوريه هي بيسير حياته كلياتها. فال يعني هلا بجوز نحن اذا رجعنا للعمر قبل 5 سنوات ما بنقدر نتذكر حياتنا. يعني على طول هي بتسير حياه الطفل. اذا كنت على طول بدي احطه بغرفه مظلمه، هذا خاف من شيء اسمه عتمه كل حياته، ما عاد يقدر يتجرأ انه اذا اجى الليل ممكن يخاف منه، حتى لو وصل لمرحله انه بكبره يعني بده يتم يخاف من هذا الموضوع. هلا في امهات كثير مثلا كمان في شغله كثير مهمه هي بيعتبرها، انه وقت بدها تنظف الطفل بتحاول تجي لاسلوب العقاب، بينضف مع الطفل بس بيرجع للسلس البولي بسن المراهقه، بشكل لا شعوري بيرجع لشيء اسمه سلس بولي، اللي ما حاسب حساب في شيء اسمه مستقبل للطفل هذا. قديش بياثر عليه؟ قد ايه بياثر عليه؟ انعزاله عن المجتمع والتعاقب. انا كثير كثير بدي اوصل لمرحله منعزل اجتماعيا، ما عنده ثقه بحاله يتواصل اجتماعيا نهائيا، وما عنده ثقه حتى يقول كلمته. لكن خلينا نعلق على نقطه كثير مهمه وهي علاقه الاب والام. يعني عم نشوف كثير من العائلات هي ساكنه مع بيت جد او بيت ست او حدا من هذا الوضع الاقتصادي السيء. هذا الوضع الاقتصادي السيء للاسف، والوضع المعيشي السيء. ولكن صحيح. خلينا نحكي كيف فينا كاهل نعمل كنترول بردات فعلنا، بتعصيبنا، كيف لازم يعني حدا يعاقب بطريقه سلسه شوي وحدا يرخي مثل ما بيقولوا. هي الاستقلاليه بالتربيه هي اهم شيء، بمعنى الوحدانيه بالتربيه، يعني الاب والام فقط، يعني الست الجد حتى لو كانوا ساكنين. هون بترجع لشخصيه الاهل، شخصيه الاب والام كثير لها دور بهالحاله.
انه هي المسؤوله، هو ابنها هي المسؤوله عنه بالنهايه، ما حدا مسؤول عنه غيرها، وهي اللي بدها تتحمل النتائج والمستقبل، هي بدها تكون مسؤوله بشكل مباشر. فالانفراديه بالتربيه والوحدانيه، يعني يكون في تربيه وحده بين الام والاب، مو الام تتصرف تصرف الاب يجي يتصرف التصرف الثاني، فهون الطفل ضاع. بالعكس كانت نتائج صح. واحيانا بتكون الام معتمده اسلوب فعلا مع طفله بيلتغى بلحظه، لانه فعلا عند خاله عند سته عند جده. هون شخصيه الام، شخصيه الاهل بتلعب دورها. انا والله قدام ابني مستعده حارب العالم، انا ما في بحط حد لكل لاي شخص، لا ست لا جد لا ابدا، انه يقدر يتدخل. كلياتنا امهات ومرقنا بهالتجارب يعني. فالوحدانية بالتربية، وأكثر شيء كمان الزوج والزوجة يشتركوا على تربية واحدة، مو إنه يعني هلا الأم مثلا عاقبت الولد، يجي الأب يفك العقاب. نحن شو استفدنا من العقاب هون؟ ما استفدنا شيء. المفروض يكونوا متفاهمين على تربية واحدة اثنيناتهم، على أسلوب واحد، لنلاقي النتائج الإيجابية بالمستقبل للطفل الجيدة. طيب لأن كمان مفاهيم الثواب والعقاب لفعلا تكون عند الأطفال صحيحة، يعني لازم يكون في عقاب بسيط، يعني مش بالضرورة يعني غير الحوار. لما أقول أنا بدي أحرم الطفل مثلا من مشوار، أو هالمرة ما رح تلعب على اللابتوب ساعة، رح تلعب نص ساعة لأنك مثلا عملت مشكله صغيره او ما سمعت الكلمه، قديش بتاثر حتى على مفهوم الثواب والعقاب عند الاطفال، لافهم انا انه انا اذا ارتكبت خطا في عقاب وفي ثواب ممكن انا يصير عندي. هلا بدك انت انه شو الثواب اللي ممكن تعززي فيه الطفل؟ تماما. طيب التعزيزات فيك انت هون، انت كأم بتعرفي الولد شو بحب، هون في فروق فرديه. كل طفل له امور بحبها وامور ما بحبها. فينا نتبعها مع الاطفال بشكل بسيط. طبعا انا ما بدي يكون في شيء اسمه نمطيه، انه انا على طول عملت شغله منيحه لك هي الشغله. تمام. هي كمان مثل ما العقاب فقد قيمته، كمان الثواب فقد قيمته بنفس الطريقه يعني. فيكون العقاب بوقته والثواب بوقته، مو بشكل مستمر بشكل كامل، لا هون ما عاد له قيمه. بعدين مشكله في عندنا طبقات من المجتمع هي مكتفيه ماديا، فهون حتى الثواب ما عم ما كثير يعني له قيمه، ما له قيمه عنده للطفل. للطبقات المكتفيه ماديا، نحن عم نحكي على الطبقه المتوسطه وتحت المتوسطه، اما هلا الطبقات شوي مكتفيه ماديا اي شيء ما عم يغني الطفل. نعم اي شيء. يعني ست سلوى، نحن حكينا بنقاط عده، ولكن قلنا انه نحن ما بنتجه الى الاخصائيه التربويه والاخصائيه النفسيه الا ب يعني حالات يمكن كثير كانت متفاقمه وما رح تساعد الاخصائيه مثل الاهل، ولكن هي بتارشدهم. اليوم شو هي الارشادات اللي بتوجهيها لاهل عم يعانوا من سوء سلوك مع اطفالهم؟ اطفالهم وصلوا لمرحلة غضب كثيرة، وصلوا لمرحلة من العنف كثيرة حتى بقلب المدرسة. أول شغلة بدي أدور على الأسباب. أول شيء أنا معلش إذا يعني اليوم بتحاوري الأهل ولا الطفل بالبداية؟ لا أنا بالبداية أنا كأم بدي أوصل للمرشدة، كمرشدة أنا بدي أوصل للمرشدة، المرشدة ما أنا عايشة، فأنا بدي كأم أنا أشوف شو الأسباب، بدي أبحث عن الأسباب، إذا ما عرفتها طبعا ممكن انا استعين بالمرشده تبحث معي على الاسباب، الا ظروفي انا شو هي. اذا ما الام الواعيه هي اللي بتعرف طفلها تمام، بدها تبحث على السبب لحتى تقدر تعطي. هلا المريض الطبيب اذا ما شخص المرض فالدواء ما له افاده، فبدنا نشخص بالبدايه شو هو السبب. اذا عرفتي السبب فعرفتي انت بقى العلاج. بدنا نعرف الاسباب. هلا ممكن يكون الشجارات الولد عنيف كثير، شجار على طول بين الام والاب، على طول على طول خناقات بين الام والاب، وعلى طول خلافات وعلى طول. طيب هذا الطفل ما عم يقدر يتفشش باهله، لانه كطفل الاهل لهم مكانتهم ما عم يقدر، فالطفل وين لوين بده يرجع؟ بده يكون عدواني تجاه رفقاته بشكل طبيعي، بده يكون عدواني تجاه رفقاته بهالشكل هذا. ممكن مثلا كمان في سلوكيات غلط، العنف، انا مثل ما قلت لك الافلام، انا ممكن عرفت الافلام بقدر انا اعالجها اني ابعده عنا للطفل. خلص هي افلام العنف ممنوعه، نحن عندنا معلش عندنا كثير ببرامجنا كثير سلاسل حلوه وفي كثير شغلات حلوه ممكن انا اعرض له اياها، فببعده عن العنف اللي انا هو لانه ما عم تجي الكهرباء، نحن عم نتجه الى الايباد والايباد بيقلب من فيديو لفيديو، فكرمال هيك هي الرقابه اكيد افلام سيئه للاطفال اكيد، فهون رقابه الاهل صفيت، هون رقابة الأهل. فالأم هي بدها تعرف النقاط اللي هو الولد عم يشكي منها أو أسبابها،
وممكن تنقلها للاخصائيه اذا ما كان عندها معرفه، فالاخصائيه ممكن تعطيها الطريق، ممكن هي تدلها على الطريق، وهي كأم بقى ممكن تتبع الطريق الصحيح. طيب نحن بنعرف الأم هي أكثر عاطفة من الأب، لأنه دائما الأب بيكون هو أكثر حزما من الأم، قديش فعلا كمان العاطفة بتأثر على هيدا الموضوع؟ لأنه بتلاقي كتير أمهات مثلا بتصرف تصرف مع ابنا بتعاقبه، بتلاقيه مثلا هو نايم بالليل عم تبوس عم تقول انه انا اسفه لاني تصرفت معك هي التصرف. كمان هون قديش فيني كمان اضبط عواطفي كأم في التصرف مع الاطفال؟ والله وقت بدي افكر انا كأم انه انا بدي ابني يطلع انسان ناجح، فانا طبعا بدي اكون ضريبه الى اني اضبط عواطفي. كلياتنا امهات وكلياتنا ربينا وكلياتنا عانينا، فاذا بدي اكون منجره ورا عواطفي فطبعا ما رح نلاقي النتائج اللي بدي اياها. عواطفي في الى حد معين، في الى حد معين، يعني موضوعيه بالتربيه المفروض تكون بكل شيء، يعني ابعد كل الامور موضوعيه بدها تكون موجوده بالتربيه. انا ما بدي اخلي ابني يسيطر علي، وبدي انا العاطفه تكون فابني سيطر علي، ما قدرت سيطرت عليه بقى، فانا ما بدي اوصل هالمرحله يسيطر علي ابني. العاطفه الى حد معين، معلش انا في لحظه رواق بعطي العاطفه الكامله، بحطه بحضني، بتعامل معه كل شيء، بس في حالات وقت يكون هو مسيء لا لا لا، العاطفه المفروض الام تكون موضوعيه عقلانيه بهالمواضيع لتقدر توصل. وقت بدي افكر بابني انا يطلع شاب فاشل ولا شاب ناجح، لا، ولا ببنتي، لا، بحاول بعقلي اني ابعد هالامور تماما. ولكن خلينا نحكي قبل ما نختم معك ست سلوى، نحكي عن يعني وقت بصير كذا اخ بالبيت، انه نحن اليوم كيف فينا نعطي العاطفه لكل الاخوه سوا، لكل الابناء سوا، كيف فينا كمان يعني نملي لهم وقت او نملي لهم حياتهم مشاعر وتربيه صحيحه؟ هلا مهما كان العدد فبتصور الام اسمها ام، يعني خلقت ام، فاكيد هي مكرسه حتى لو كانت ام عامله، فتاكدي تماما وحساب ذاتها هي ما راح تقصر، حتى لو كانت عامله وحتى لو شو ما كانت فمو مستحيل تقصر باي شيء، لانه بس عندك رساله كبيره اكيد، بس عندك كمان يعني شغل البيت والشغل خارج البيت وهم الاطفال ايضا وظروف صعبه، يعني اكيد كيف هي بدها تعمل كنترول وتكون رايقه لحتى توزع عاطفتها على الكل؟ هون صفه الام تنظيم وقتها، هي الام اللي بتقدر تنظم كلياتنا. كيف نساعدها؟ يعني انا بالمطلق كيف فيني اعطيها قواعد اساسيه؟ كيف فيني اعطيها اساليب تربويه حديثه؟ يعني ما فيني الا انت ام قادره، لا انا بدي اسهل لها الموضوع، الا انت كام فيكي تتبعي هيدا الاسلوب شوي شوي مع الوقت ممكن تتعودي عليه، كيف فيني اعطيها بعض النقاط الاساسيه لتقدر هي تبني على اساسها؟ لانه عم نشوف كثير امهات ببلشوا باول حياتهم وصغار ما عم يقدروا فعلا يكونوا، دائما المسؤوليه بتقع عليهم واللوم بيقع عليهم، فهي امام ضغط مو فقط عاطفي وضغط نفسي. اكيد حتى على فكره الام العامله كلمه على طول بقولها بالنسبه نحن لبلادنا هون، ام مسحوقه بطريقه راقيه، لانه هي بدها تكون ام، بدها تكون مربيه، بدها تكون بكل شيء بالبيت. هون صفى تعامل الزوج، مساعده الزوج كثير لها دور بهالموضوع، فاذا كان الزوج متفهم وقدر يساعدها طبعا بجزء من المسؤوليات، انا ما عم اقول انه والله يقوم مسؤوليات البيت الكامله، بس معلش اذا ساعدها بتدريس اولادها، اذا ساعدها بالاغراض برا، اذا ساعدها بامور كثير بسيطه، فهذا بخفف عليها الحمل، كثير بخفف عليها كأم عامله. بس المشكله 90% على طول مثل ما قلتي انه اسمها حواء، فلازم تحتوي كل شيء. عن جد يعني مع هالكلمة بدنا نوجه تحية لكل سيدات سوريا أكيد. ومربيات وأمهات أكيد. سوريا يلي عن جد أثبتوا يوم أكيد. عن يوم قديش هنن إخوات رجال أكيد. ما بيقولوا. عن جد أكيد عن جد نشكرك كثير، ميرسي كثير. أهلا وسهلا، هلا حياتي.